السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا سماحة الشيخ، من فضلكم عندنا سؤال، وهو ما حكم اقتناء الأعمى كلبا لقيادته في الطريق؟ جزاكم الله عنا كل خير. بالنسبة لسؤالك عن حكم اقتناء الأعمى للكلب من أجل أن يدله على الطريق، فينبغي للمسلم أن يصون نفسه عن هذه الكلاب ولا يقتنيها إلا إذا كان يحتاج إلى ذلك، كما جاء في الحديث: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قرطان. الحديث متفق عليه. فبالنسبة لهذا الأعمى، إن كان لا يجد من يقوده ولا يجد من يدله على الطريق ولا يجد من الوسائل كذلك التي تقوم بدلالته على الطريق، فله ذلك، يجوز له ذلك، ولكنه بعدما يتحرى، فإن وجد فلا ينبغي له أن يقتني الكلب. وأما إذا لم يجد فيجوز له من أجل ذلك، لأنه للحاجة، قياسا على الحاجة للحراسة والحاجة للزرع وللحرث وما إلى ذلك. أما إذا كان يجد الوسائل التي تعينه من غير الكلب فالأولى أن يترك ذلك ويتجه إلى هذه الوسائل. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.